أحييكم تحية إسلامية تحية أهل الجنة تحية مباركة طيبة من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبعثه بأداء الرسالة السماوية لهذه الأمة الإسلامية الفاضلة واصطفاه من البشر وجعله متصفا بأعلى الكمالة النفسية والخلقية والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد المؤمنين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هيئة التحكيم العاضلين أيها الخطباء السعداء ويا زمرة الحاضرين الكرماء أولا هيا بنا نشكر الله تعالى الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك لحضور هذا البرنامج واشتراك هذه المسابقة مسابقة الخطابة باللغة العربية ثانيا نصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد هدانا إلى صراط مستقيم حتى نستطيع أن نفرق بين الحق والباطل لا أنسى أن أقدم قول الشكر إليك يا رئيس الجلسة بأكمل الشكر الذي قد أسمحني الفرصة الثمينة لأن ألقي خطبة في هذه المسابقة بين يديكم جميعا وفي هذه المناسبة أريد أن ألقي أمامكم جميعا خطبة تحت شير العنوان الشباب عماد حياة الأمة أيها الحاضرون الكرماء وإخوان الأحبة عرفنا جميعا أن الشباب هم أطفال أمس وعماد الحاضر وقوة المستقبل ويعتبرون الركيزة الأساسية في تقدم وبناء كل مجتمع فهم يحملون بداخلهم طاقات وإبداعات متعددة يحرصون من خلالها على تقديم أفضل للمجتمع الذي يعيشون فيه ويستطيع الشباب من خلال التعاون بعضهم مع بعض على الرقي بالمجتمع وحث الآخرين على المشاركة الفعله في تقدمه كما أن هذا الدور الذي يلعبه الشباب ينعكس إيجابيا على معارفهم وزيادة تأثرهم وتأثيرهم بالآخرين أيها الحاضرون الأعزاء اهتم الإسلام بالشباب اهتماما عظيما لأنهم عصب الأمة ورجالها الذين يحملون إباء الرسالة وإبلاغها إلى العالمين ولقد قامت نهضة الإسلام من قبل على أكتافهم وسواعدهم ولأنهم بعض من أفراد الأسار أيضا والشباب في الأسرة روها المتوتر ودمها المتدفق أما في المجتمع فإن الشباب قلبه النابض الشباب على أكتافهم أثقال المسؤولية وبأفكارهم تنتشر الحضارات المتقدمة كما قال شيخنا المصطفى الغلاييني من مصر إن في يد الشبان أمر الأمة وفي أقدامهم حياتها إذا لاحظنا أحوال الشباب في عصر الحاضر كنا نشاهد بعضا من أصحابنا من الشباب الآن يتجاوزون الأحكام الدين الإسلام ولا يهتمون بالتربية الإسلامية ويتخلقون بالأخلاق سيئات نعوذ بالله من ذلك ثم نعوذ بالله من ذلك يا محشر الشباب المجاهدين إن الشباب هم عماد أي حاضرة
وسر نهضاتها وهم الشريحة الأكثر حيوية وتأثيرا في أي مجتمع ويسهمون بدور فعال في تشكيل ملامح الحاضر واستشراق أفاق المستقبل والمجتمع لا يكون قويا إلا بشبابه فهم قادة سفينة الوطن نحو النمو والتقدم والأوطان لا تبني إلا بسواعد شبابها وأخيرا تدبروا في قول الإمام الشافعي شبان اليوم رجال الغد واتقوا الله وتعهدوا بالرعاية وكونوا قدوة طيبة للأمة بالأخلاق الكريمة وتضحية الغالية حتى يكتب الله لوطنينا السعادة والعزة والتوفيق والكرامة أيها الحاضرون الكرماء أكتفي بهذه الخطبة القصيرة ولست أنا خطيبا ماهرا ولست عالما خاطرا إن وجدتم مني من حسنة فمن الله تعالى وإن وجدتم من سيئاتي فمن نفسي فالعفو هو مرجو من قلوبكم والسماحة هي المطلوب من خلوص صدوركم والله المستعان الهادي إلى أقوام الطريق وإلى طريق مستقيم ولكم منا أجمل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.